السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامج حقيقة الأمراض أو يعني أسباب الأمراض دائما، وفي هذه الحلقة سنتكلم عن مرض السكري من النوعين، النوع الأول والنوع الثاني. السكري يعني مع الأسف الشديد أن النسبة تزداد يعني عبر العالم، وتزداد بوتيرة خطيرة في كل الدول العربية، ويعني تزداد في دول الخليج أكثر من الدول المغاربية طبعا، لأن بحكم تغيير نمط العيش وبحكم سرعة الحياة يعني ونمط الحياة كذلك الذي لم يعني الذي لا يعتاده الناس يعني سكان هذه المناطق. ولذلك نلاحظ مثلا هذه الدول الشرقية الآن السكري يمشي، السكري والسمنة وارتفاع الضغط عند الأطفال وعند يعني يمشي بواحد سرعة يعني خطيرة جدا، وكذلك مشكل الهرموني عند النساء. يعني لا يمكن هذه الأمراض أن تأتي من السماء هكذا، يعني هذه أمراض لها أسباب، ويجب يعني أن يعرف الناس هذه الأسباب، لأن الناس يقولون أن السكر وراثي، وهذا شيء مضحك، شيء مضحك أن الأمراض وراثية. يعني الأمراض الوراثية معروفة، هي المونغوليزم، هي الأشياء هذه اللي عرفنا أن الشخص يزداد بهذا المرض. أما الشخص يزداد ويعني 30 و40 سنة يصبح لديه سكري، ثم نقول وراثي، إذا كان وراثي فيجب أن يزداد بهذا المرض. يعني وراثي لما لا يجد تفسير، أو لما يريدون أن يخفوا الحقيقة فيقولون وراثي، سرطان وراثي، سكري وراثي، علي المرض المناعية وراثية، توحد وراثي، كل شيء أصبح وراثي. هناك جينات، نعم هناك أشخاص عندهم قابلية أكثر من أشخاص أخرى، لأن هناك مورثات على الكروموزومات عند بعض الناس، ولكن ليس وراثي. السرطان ليس وراثي، السكري ليس وراثي، ليس هناك أمراض عارضية التي يعني تصيب الناس يعني ليست وراثية. فهذا يعني السكري طبعا كما قلت يعني نسبة مع الأسف الشديد، يعني لما كان يعني الأقسام الدراسية كنا نجد مثلا الثانويه، الاقسام في الثانويه العامه ولا الاقسام في الاعدادي مثلا، تلقاو يعني الثانويه كلها يعني فيها 45 و50 قسم نجد فيها حاله وحالتين من السكر. الان اصبحنا نجد 4 و5 حالات في كل قسم، يعني وهذه تبين يعني هذا الوضع يبين هذه الوتيره. وكما قلت ان السكر لديه اسباب وليس ياتي هكذا، لان تسمم الأعضاء الداخلية من البنكرياس الذي يفقد هذه الخاصية يعني إنتاج الأنسولين، أو ربما هذه الأنسولين لا تدخل إلى الخلايا أو يعني على مستويات. ثم الآن ظهر هذا الخزان، يعني الناس لا يفهمون معنى الخزان، وأنا عندي الخزان يعني 6 ولا 7 والخزان أصبح 12 إلى آخره. ف يعني هذه أشياء مبهمة، أشياء مبهمة، لأن هناك أشخاص عايشين بالسكري ولا يعلمون أن لديهم سكري، خصوصا في الأرياف وفي المناطق النائية كثير من الناس يعيشون بالسكري ولا يعلمون أن لديهم سكري. يعني هذه فيعني مرض السكري طبعا، فالناس يحذرون من الأشياء التي فيها سكر، أو اللي عنده مؤشر الجلايكيميك اندكس، يعني هذا اللي عنده مؤشر السكري عند بعض المواد الغذائية فيها المؤشر مرتفع جدا، وبعض المواد فيها مؤشر. فهذه كلها خزعبلات وكلها خرافات. فمريض السكري يمكن أن يتناول يعني الأشياء التي يحذر منها الآن، ونجد على أن الآن مثلا سكر الفواكه والسكر الموجود في الطبيعة ليس هو السكر الصناعي أو السكر المكرر الذي يستعمله الناس يعني في الحلويات وفي المربى وفي بعض المشروبات وفي بعض المركزات، عصائر إلى آخره. يعني هذه الأشياء يعني نتكلم عنها بوضوح، و الذين ينتظرون خلطة وينتظرون دواء للسكري، وهناك من أخذني أنني قلت أنه ليس دواء، ليس هناك دواء للسكري، ليس هناك علاج لداء السكري. ربما الحالة السكري يضبط في الجسم، نعم، ولكن هذا لا يعني على أن الشخص شفي من السكري أو عولج من السكري. يجب أن نوضح هذه الأمور، وأن لا يبقى الناس يلعبون بعقول الناس. فهذا السكري ممكن أن يعيش الشخص بالسكري بدون أي مشكل، إذا كان نمط العيش هو القوي وليست الأدوية أو الخلطات. نمط العيش أو يعني النظام الغذائي هو القوي عند المصابين بالسكري. فيحذرون الأشياء الحلوة طبعا، لأن يجب أن لا يكون هناك كمية كبيرة من السكر،
في الجسم، لأن الحل ماء الميتابوليزم يعني حل هذه السكرية داخل الجسم. طبعا الهرمون الذي يعمل عليه اللي هو الأنسولين غير موجود، ولذلك إذا كان هناك تراكم ثم يرتفع التركيز في الدم يصبح 4 أو 5، فربما شخص يعني يمشي كوما، يعني يمشي المستعجلات، يعني مش مستعجلات ولكن ربما يعني يغمى عليه أو يصاب ببعض الحالات الخطيرة يعني، ويجب ألا يصل الناس إلى هذه الحالات. فلا نبدأ بالأشياء الحلوة، فالناس يحذرون جيدا السكريات والسكر إلى آخره، لكن ما القوي في هذا النمط العيش وألا يخشوا من هذه الأشياء، يعني السكر الشيء ألا يخافوا من هذه الأشياء. فالذي يجب أن يحذره وأن يعني أصحاب السكري الأشياء الخطيرة، ليست هي الأشياء الحلوة أو السكر، الأشياء الخطيرة هي الأشياء التي ترفع الضغط داخل الجسم والتي ترفع نسبة الكوليسترول داخل الجسم. جميع الأشياء التي ترفع الكوليسترول داخل الجسم هي خطيرة جدا لأصحاب السكري، ولذلك أعراض السكري الرجل يعني غانغرينا على مستوى الأصبع الكبير للرجل، أو من إصابة القلب والشرايين، أو إصابة الكلية أو العين يعني شبكية العين أو أشياء هكذا، فهذه مضاعفات لا يتسبب فيها السكري بل يتسبب فيها اضطراب السكري يعني. وهذه أشياء يعني المرأة المصابين بالسكري يجب أن يحذروا الشحوم الحيوانية، الشحوم المشبعة. فمع الأسف هما يخشون الأشياء اللي فيها سكر ولكن لا يرتاحون للحوم وللدسم. يعني أمراض السكري المصابين بالسكري تشيكين، يعني لما يقوموا بتحليلة لا يراقبون الكوليسترول وارتفاع الضغط والسمنة يعني الوزن إلى آخره، بل يراقبون السكري في الدم فقط وما لا يراقبون الكوليسترول. فإذا كان الكوليسترول مرتفع في الجسم والضغط مرتفع فلا يمكن أن يسوى السكر في الدم، لا يمكن أن يصل إلى 1 في الدم، لا يمكن حتى بالأدوية، وحتى في حالات في بعض الحالات حتى بالحقنة يعني لا يسوى. فيجب أن يحذر أصحاب السكري الشحوم المشبعة. وإخواننا الذين يعيشون في الدول يعني هذه المصنعة، لا أقول متقدمة، فالدول الأمريكية والدول الأوروبية إلى آخره، والدول الأخرى من اليابان مثل كوريا مثل دول أخرى طبعا هذه المتقدمة تكنولوجيا، لا يظنون أنهم في هذه الدول أن لديهم نمط عيش جيد ومراقب بالطبيب إلى آخره، لا يظنوا هذه الأشياء، وأن يستبعدوا أن تكون المعلومات كلها مضبوطة. لماذا؟ لأن في هذه الدول يستحيل أن يقول لك الطبيب امتنع عن اللحوم، يستحيل تماما، لا يمكن. دائما يقول يعني مضريت دائما يقول لك ينقص خفض مرتين في الأسبوع، ولكن لا يقطع اللحوم. أما النظام المثالي لأصحاب السكري هو ممنوع اللحوم منعا كليا، الدواجن والحيوانات، الدجاج والديك الرومي والإوز والبط والغنم والبقر يعني القنية وكل الأشياء هذه، الأرانب وكل شيء، جميع الحيوانات اللي عندها دم ساخن الوارم بلود أنيمولز هذه اللي فيها الشحوم والكوليسترول ممنوعة على أصحاب السكري من النوعين الأول والثاني، وممنوعة كذلك على أمراض القلب والشرايين. أما من لديه الاثنين فيعني يجب أن يتأكد أنه ممنوع عليه هذه الأشياء. ثم يصبح السمك ضروري لهذه أصحاب السكري، يصبح السمك وبعض القطاني ليس كل القطاني يصبح ضروري. والسمك لماذا ضروري؟ لأنه فيه حمض الأوميغا 3 وليس فيه كوليسترول وليس فيه شحوم. ثم في أشياء أخرى طبعا يعني فيتامين دي وكذلك يعني هذه السيلينيوم وأشياء أخرى التي تحفظ الجسم. ثم في بروتينات يعني جيدة، نسبة البروتين جيد الأزوت. فيجب النقطة القوية يعني بالنسبة لنظام أصحاب السكري هو منع جميع اللحوم التي تحتوي على شحوم مشبعة زائد كوليسترول اللي هي جميع الحيوانات والدواجن، ثم يعني تعويضها بالسمك. الذين لا يجدون سمك ممكن أن يعوضوا بالقطاني، ولكن قطاني ليس معها أشياء أخرى لأن قطاني قوية جدا. ممكن يعني نحن نقول في المغرب القطاني، لكن إخواننا في الشرق يقولون بقوليات، ولا يؤاخذون لأن كلمة قطنية وقطانية كلمة عربية وهذه الأشياء تسمى قطنية، فنحن لا نؤاخذهم أنهم يسمونها بقوليات لأن البقول تطلق على الأشياء الخضراء.
لكن على أي، هذه لغة إن شاء الله، يعني كيف ما كان الحال يجب أن تصل المعلومة فقط، يعني نحن لا ندخل في أشياء بلاغية في اللغة. فالبقوليات لماذا؟ لأن البقوليات ليس فيها سكريات، هي فيها بروتينات وألياف غذائية وفيتامينات ملح معدنية، وفيها كذلك فيتوستروجينات وفيتوسترولات، وهي جيدة لأصحاب السكري. ثم يعني هذا بالنسبة للبروتين. النقطة القوية هو منع الكوليسترول والشحوم من، يعني سحب هذه الأشياء من النظام، شيل تمام يعني هذه الأشياء من النظام الغذائي. ثم النقطة الثانية، يجب أن يكون النظام الغذائي يحتوي على حمض الفوليك وحمض الأوليك وحمض الأوميغا 3 والألياف الغذائية اللي فيها الفيتوسترول والفيتوستروجين. النقطة الثانية طبعا، هذه أشياء جديدة، هذه أشياء جديدة وقوية ولن تجدها، يعني هناك من يضيع شريطة أوديو قديمة سجلت في 2010 ويضعون صورة الدكتور محمد فايد، يعني علي غدا إن شاء الله ستجدون على اليوتيوب يعني صورة فايد مع علاج السكري، يعني سيكتبون لكم علاج السكري هكذا يعني. فهذه أشياء جديدة وقوية ولن تكون في أي فيديو آخر. يعني هذه النقطة الأولى، هو منع الكوليسترول والشحوم المشبعة، وحان الوقت لكي نقول الحقيقة للناس، ونحن لا نستحي من أحد ولا نستحي من أي أحد، فهذه علوم وعلوم مضبوطة. لماذا؟ لأن الشحوم المشبعة والكوليسترول ميتابوليزم داخل الجسم قوي جدا، وهو يؤدي إلى الأسيدوزيس، والأسيدوزيس طبعا هي ارتفاع الاثنين، وهو ارتفاع يعني هذا يعني الارتفاع يعني الحمضيات الدهنية وارتفاع السكري طبعا. هذه فيجب يعني تفادي الأسيدوزيس، الأسيدوز بالفرنسية أو يعني تحمض الدم عند أصحاب السكر. ولذلك نحن نتكلم عن الخزان، ولكن ما معنى الخزان؟ فهذا الشخص الذي لا يقرأ ولا يكتب ثم يذهب عند الطبيب يقول عندك خزان مرتفع، ولكنه لا، يجب أن يتكلم معه بلغة يفهمها لكي على الأقل يلقى بعض يعني بعض النسبة من الحل في منزله إذا فهم. فمنوع الكوليسترول والشحوم المشبعة على أصحاب السكري، إذا كان هناك مؤتمر دولي نحن مستعدون، ونحن دائما مستعدون، لأن الذي عمل 30 سنة في المختبر طبعا لا يمكن أن يتردد في هذه الأشياء. ثم النقطة الثانية، حمض الفوليك ضروري لأصحاب السكري، حمض الفوليك فيتامين B9، حمض الفوليك وحمض الأوليك الموجود في زيت الزيتون، موجود كذلك في حبوب أخرى، يعني ليس زيت الزيتون فقط، موجود في حبوب المورينجا، موجود كذلك في يعني في التمار البلوط، موجود في أشياء، ولكن يبقى المصدر الأساسي هو حمض الأوليك السهل والرخيص، هو حمض الأوليك الموجود في زيت الزيتون. يعني بمعنى إلى هنا استبدال جميع الزيوت المكررة، الريفايند أويلز، الريفايند فاتس، كلش. لماذا؟ لأن فيها ترانس فاتس، ولأن فيها الأوميغا 6. هذه حقائق علمية، وأنا أقول معلومات جديدة، هذه لا توجد في يعني هذه النقطة الثانية، وهي حمض الفوليك وحمض الأوليك مع حمض الأوميغا 3 يجب أن يكونوا في النظام الغذائي، لأن هذه أشياء قوية. حمض الأوميغا 3 لأنه يعني يقي من مضاعفات على القلب والشرايين. حمض الفوليك، وما أدراك ما حمض الفوليك؟ طبعا لأن بدون حمض الفوليك هناك مفاعلات لا يمكن أن تسوى، لمن السيروتونين الميلاتونين، لمن الإبينفرين الأدرينالين، ولمن الهوموسيستين. وبدون حمض الفوليك فالهوموسيستين لا يمكن أن تخرج من الشرايين، وهي التي يعني وهي التي تخدش وتجرح الشرايين من الداخل، وتتسبب في تكون هذه السدادات في الشرايين. الألياف الغذائية، لماذا الألياف الغذائية والفيتوسترول والفيتوستروجين، فيتوسترولات كذلك، لأن الألياف الغذائية هي التي تشد الأملاح الصفراوية في الأمعاء لكي يضطر الكبد إلى يعني تكسير الكوليسترول وإفراز يعني أملاح صفراوية أخرى، حمض الديزوكسيكوليك هذا. فهذه هو هذه الميكانيزمات، نحن نتكلم بعلم هذه الأشياء. هذه النقطة الأولى، منع جميع الدسم المشبع مع الكوليسترول، اللحوم طبعا. النقطة الثانية، استبدال يعني جميع المواد، يعني هذه المادة الدسمة المهدرجة اللي هي المارغرينات، لأن ليس هناك زيوت مهدرجة، الزيوت لما تهدرج تصبح مارغرينات، تصبح مادة صلبة. المارغرينات والزيوت المكررة ممنوعة على أصحاب السكري. زيت الزيتون، بعد أنواع الدسم كذلك مثل شحم دروة الجمل، دروة الإبل
إذا كان الناس يطبخوا به أو شيء، أو شيء من الزبدة البلدية، الزبدة البلدية اللي الزبدة المتخمرة. لماذا؟ لأن لما نخمر الحليب فالكوليسترول البكتيريا البكتيريا اللبن يتشد كوليسترول، ثم لما نخض هذا اللبن الرائب نخض لما نستخرج الزبدة، فيعني ما تبقى من الكوليسترول يبقى مع اللبن، يعني الزبدة فيها أقل، أو سمن ما نسمي الدهن أو السمن الحار. السمن الحار كذلك ممكن أن يستهلكه أصحابه، إنما الأشياء الأخرى يعني ممنوعة. هذه النقطة الثانية اللي هي حمض الأوليك وحمض الأوميغا 3 وحمض الفوليك. يعني النقطة الثالثة الألياف الغذائية، يجب أن يكون نظام قوي وغني بالألياف الغذائية، بمعنى أن نظام نباتي تقريبا، نبات يعني أكثر من الخضر والفواكه والنشويات يعني والبقوليات والأوراق الخضراء والخشاش، كل هذه الأشياء التي يعني. فلماذا؟ لأن الألياف الغذائية كما قلنا، الألياف الغذائية هي التي تشد الأملاح الصفراوية، هي التي يعني تخفض الكوليسترول وتخفض الضغط طبعا. ولأن النبات يعني النبات كله فيه بوتاسيوم وليس فيه صوديوم، فالنظام النباتي هو نظام بوتاسيوم، والبوتاسيوم طبعا هو ضروري وقوي بالنسبة للأشخاص المصابين اللي عندهم ارتفاع الضغط، والأشخاص اللي عندهم أمراض القلب والشرايين، اللي عندهم سكري. يعني يجب أن يكون الدم خفيف، يعني فلويد، لما يكون الدم خفيف طبعا تكون الدورة الدموية جيدة، ويكون السكر يعني تمام، يكون ممكن أن يسوى. في هذه الألياف الأشياء الطازجة أحسن من الأشياء المطهية. نحن نتكلم في المغرب بالياء وليس بالواو، في الشرق يتكلمون مطهوة، نحن نقول مطهية بالياء، الإعلال بالقلب علي أصلها ياء وليست واو. فالأشياء المطهية يعني هي أقل. لماذا؟ لأن هناك أنزيمات وهناك بعض المكونات التي تتلفها الحرارة، ولذلك الأشياء الطازجة، كل الأشياء الطازجة جيدة، يعني الخضار طازجة وفواكه، الفواكه لا تطبخ طبعا، فبعد الفواكه، لأن هناك الرمان، فاكهة الرمان بشرط أن تؤكل بهذه القشرة الداخلية ما نسمي شحم الرمان، ثم كذلك البرتقال والليمون الهندي، هذا هذا يعني الجريب فراوت، الجريب فراوت والأورانجز الاثنين، هذا الليمون والجريب فراوت، يعني هذا الليمون الهندي، هذا نسميه في المغرب نسميه بامبلوموس. هذه ثم فيها كذلك التين الهندي، هذه البريكلي بيرز، البريكلي بيرز الأنجليزية، أو التين الكوماتري أو التين الشوكي أو التين الهندي ما نسميه بالهندية في المغرب، الرمان، تين الهندي، الليمون، تفاح كذلك، تفاح لا يضر يعني هذو المصابين يعني بالسكري، تفاح لا يضر. فواكه أخرى يعني شيء قليل من هذه الفواكه ممكن شخص أن يتناوله، لكن يتناولها لوحدها، لأن إذا يجب أن تحسب كمية السكريات. فهناك من يتكلم عن البطيخ الأحمر أنه عنده يعني مؤشر الجليميكي يعني منخفض، لا، إذا تناول الناس يعني هذا البطيخ أحمر مع أشياء أخرى فربما تكون كارثة، يعني على عكس ما يقولون يعني في هذه نصائح لا يمكن أن تقال هكذا يعني. فالإخوان ديالنا الذين يعيشون في أمريكا وأوروبا سيجدون طبعا هذه النصائح الغذائية أو نظام الغذائي ضايت، يعني هذه ضاية بذيك ضايت، يعني سيجدون أشياء تتعلق بالدول هذه التي يعيشون فيها، لأن الطبيب لا يمكن أن ينصح بالتين الكوماتري يعني التين الشوكي، ولا يوجد في هذه الدول، لا يوجد تين شوكي في الدول الاسكندنافية طبعا هذه. ولذلك فعلم التغذية وعلم اجتماعي ويتعلق بنمط عيش المجتمع وبكذلك عادات وتقاليد المجتمع. لا يمكن طبيب أمريكي أو كندي أو فرنسي أو بريطاني يعني أن ينصح بالحريرة يعني هذه الحامضة أو حساء الشعير. وأتحدى شخص أن يجد في نصائح الكندية والأمريكية والأوروبية، أتحدى أن يجد الشعير من بين هذه النشويات. تكلمنا عن رز وعن قمح وعن أي شيء، ولكن الشعير لا يوجد. لماذا؟ لأن الشعير في هذه البلدان هو علف للحيوان، أما في بلداننا فالشعير أصلي في التغذية، وحتى عندنا في دولنا أطباءنا في هذه الدول الآن لا يعرفون، لا ينصحون بالشعير ولا يعرفونه. لماذا؟ لأنهم يعني أخذوا الكوريكولوم في الكليات الطب هذه الغربية طبعا، فهذه الكليات يعني ليس فيها شعير، فيها السيريالز هذه الإكسترودد فودز، هذا اللي فطروا به الناس في الصباح يعني هذا. فيعني هذه أشياء يجب أن يعلمها الناس. فيعني أنا ما رأيت في
في جميع الأشياء التي تصفحتها والتي يوزعها الأطباء في عيادتهم على المرضى، دائما تجد أن قسط كبير يعني قطعة لحم مشوي وثلاث بيضات في الأسبوع، ويعني قطعة خبز يعني محمر، ومعها إيش هذا الضحك على الدقون؟ إيش هي الخزعبلات هذه؟ نحن لا نغير نمط عيش الناس، مريض السكري ممكن أن يأكل الأشياء التي يأكلها في منزله. فحساء الشعير في الدول العربية يأكلون الشعير، والشعير أحسن من القمح لأصحاب السكري لأن فيه البيتا غليكون في مضادات الأكسدة وفي أملاح معدنية أكثر من القمح. الشعير أحسن من القمح، ويعني حتى الآن الجليكيميك أسيد هم عملوها للقمح وليس للشعير، لأن الشعير في هذه البلدان هو يعطى للحيوان. مع الأسف الشديد أن هناك يعني لما تكلمت عن الشعير في 2010 أن هناك في المغرب من يعني من شتم وسب وزمجر، ويعني أن الشعير يعني علف للحيوان، يعني غريب، والله غريب. فالعلم لا يستحي من أحد، العلم لا يستحي من أحد، العلم علم يبقى علم، يعني مختبر، يعني لما يعني عندك أشياء يعني مدققة، أشياء مدققة. الشعير بالنسبة للمصابين بالسكري الشعير أحسن من القمح، ومن الأحسن أن يستهلكوا شعير، ثم شعير على شكل سميد أو على شكل خبز يعني طيب، ليس هناك مشكل. لماذا؟ لأن ألياف غذائية في الشعير، ألياف غذائية أكثر من القمح، وفيه البيتا غليكان أيضا موجود في القمح، والشعير فيه كالسيوم فوسفور، يعني فيه الكالسيوم الأملاح المعدنية كذلك، يعني هذه الزنك ماغنيزيوم حديد، فيه حديد أكثر من القمح، والشعير فيه تيامين ونياسين الباء واحد والباء ثلاثة أكثر من القمح ومن الذرة. والشعير يمتاز بالفيتوستروجين، هذو الليجنان، هذه الليجنانات الموجودة في الشعير نسبة أعلى من القمح. فهذه النشويات يعني قمح، شعير، ذرة، شوفان، يعني هذا في المغرب نسميه الخرطال، أو يعني حتى الكينوا والزؤان، هو أحسن نشويات هو الزؤان، الفرنسية لالبيست، بالإنجليزية الكاناري سيدز، هذه حبوب كان يعطيها الناس في العصافير، والمغرب كان من الدول الأكبر إنتاج من هذه الحبوب الزؤان، ثم توقف هذا الإنتاج لا ندري لماذا، غريب لماذا، لأنها طغى علينا القمح الطري، طغى علينا القمح الطري، ما المغاربة كانوا يأكلون القمح الصلب، ولكن مع الأسف أن القمح الطري الآن طغى على الاستهلاك، والخبز الأبيض بدون نخالة طغى على الاستهلاك، ممنوع الخبز بدون نخالة، ممنوع خبز السوق، ممنوع الخبز المخمر بالخميرة الصناعية على المصابين بالسكري. هذه نصائح العلمية، المصابين بالسكري يجب أن يستعملوا خميرة حامضة، خميرة طبيعية، هذه الساوردو، والساوردو بريد هذا يعني الخبز الحامض بالنسبة للمصابين بالسكري هو أحسن. لماذا؟ لأن في البروبيوتيك وفي البكتيريا، لكن هي النقطة التي سنأتي عليها الآن، هي الرابعة، النقطة الرابعة والبروبيوتيك، ثم النقطة الخامسة هناك أعشاب كذلك، بعض الأشياء التي تشرب، ثم النقطة السادسة إن شاء الله سنتيج إلى منتوجات أخرى عليهم، ربما تكون في هذه البلدان أو لا تكون، ولكن يجب أن تكون المعلومات يعني كاملة وطبعا ليست ناقصة. فنحن في النقطة الثالثة مع الألياف، النظام الغذائي يجب أن يكون في ألياف، ولما يأكل المصاب بالسكري خبز أبيض فليس هناك ألياف في ستارتش في هذا النشا، ولكن نحن نتكلم عن الألياف الغير الدائبة، وهذه الألياف الغير الدائبة هي تفيد الجسم، كذلك الألياف الدائبة هي مهمة جدا، الألياف موجودة في القطاني أحسن من الألياف موجودة يعني في الخبز. فهذا الخبز الأبيض المخمر بالخميرة الصناعية هذا لا يصلح للمصابين بالسكري النوع الأول والثاني، هذا الخبز لا يصلح للمسنين، هذا الخبز لا يصلح للنساء بالبتات، هذا الخبز لا يصلح للأشخاص الذين لديهم أعراض على مستوى الجهاز الهضمي، هذا الخبز لا يصلح للأشخاص الذين عندهم مشكل هرموني، نساء على الخصوص. ولذلك يجب أن نوضح الأمور، الخبز الكامل سكري، أصحاب السكري الخبز الكامل يعني حتى قمح بالنخالة، قمح صلب أحسن من القمح الطري، القمح بالنخالة أو الشعير يكون أحسن، ذرة كذلك لما لا، ثم شوفان أو حبوب أخرى، ولكن يبقى هذا يعني الزؤان، الزوان كنسميه الزوان في المغرب، الزؤان يبقى هو يعني هي الحبوب يعني القوية في تغذية المصابين بالسكري، يعني الزؤان، شوف الشعير، الزؤان والشعير هذه قوية جدا في تغذية المصابين بالسكري، لأن المصابين بالسكري يكون عندهم ارتخاء في الجسم، يكون عندهم تراجع في بعض الوظائف، فالزؤان يقوي هذه يعني هذه الوظائف. من الأحسن الزؤان أن تنزع، ينزع الغلاف،
الزؤان، أقولها مرتين، الزؤان يجب نزع الغلاف لهذه الحبوب، نزع الغلاف لأن هذا الغلاف فيه سيليس والسيليكا، وهذه السيليكا طبعا ربما تكون يعني سامة لهذه الأشخاص. فالألياف الغذائية والألياف الغذائية الموجودة في الخضر الطازجة أحسن من الخضر المطهية، وأن تكون هذه الوجبات السكر يكون فيها خضر طازجة ما أمكن. كل الخضر التي تستهلك طازجة يعني جيدة، هذه يعني بعد الناس ينصحون بعلاج سكري وأنني أطحن بعض القرعيات مع الماء وأشربها وأسوي سكري، هذا نظام غذائي، هذا نظام غذائي. لماذا نعلم الناس كيف يأكلون القرعيات أو كيف يأكلون حتى يعني القتاء أو إيش؟ الناس يعرفون كيف يعيشون ونحن نستحي أن نعلم الناس هذه الأشياء. فكيف يستهلك الناس هذا في المغرب نسميه الفقوس أو الأمريكان كونكومبر، هذا القتاء، الناس كيف نستهلك القتاء؟ فالناس يستهلكون القتاء طازج يا سيدي مثل الفواكه، يعني مثل الموز، يعني كانوا يأكلونه مثل الموز. إيش معنى الآن الناس كم آكل وكيف آكل وكيف نعلم الناس كيف يأكلون؟ سبحان الله سبحان الله، الناس ضيعوا ثقافتهم الغذائية ثم الآن علي لم يعد لديهم شيء، ربما سيشترون كل شيء معلب وكل شيء على شكل مكملات غذائية. لا يمكن شخص أن يعيش بمكملات غذائية، لا يمكن، لا يمكن أن أعيش بمكملات غذائية، لا، هذا يعني ما شاء الله، يعني البشرية تسير إلى الضياع الآن، تتجه إلى الضياع. النقطة الرابعة هي البروبيوتيك، لأن عليا البروبيوتيك له علاقة بجميع الأمراض. الذي لا يتكلم عن البروبيوتيك، عن الميكروبيوتا، عن الميكروبيوت يعني عن الفلورا الصديقة أو الجراثيم الصديقة داخل الجسم، فهذا الشخص يجب أن يمتنع عن النصائح ويجب أن يتوقف عن نصح الناس. البروبيوتيك الآن يعني هذه حالة الفلورا داخل الجسم هي الحالة التي يعني توزع كل الأشياء اللي يعني داخل الجسم، يعني المصابين بالسكري، المصابين بالسرطان، المصابين بالجهاز الهضمي، أمراض الجهاز الهضمي، المصابين بالأمراض المناعية، المصابين بالتسممات، المصابين بالتوحد، المصابين بالديبريشن، المصابين بالألزهايمر والباركنسون، يعني هذه الأمراض من الجهاز العصبي، المصابين بجميع الأمراض. فهذه أشياء توزع من القولون، القولون هو المحرك. هذه البكتيريا لماذا سميت الفريندلي بكتيريا؟ فريندلي بكتيريا هذه بكتيريا صديقة لأن تنفع الجسم، ولا يقدر الجسم أن يعيش، لا يقدر الوظائف، لا يمكن أن تسوى بدون هذه البكتيريا. ثم هذه البكتيريا تقضي عليها المضافات الغذائية، تقضي عليها المبيدات، تقضي عليها المعادن الثقيلة، تقضي عليها المضادات الأدوية. الناس الذين يتناولون أدوية يعني كل وقت، هذه البكتيريا تنزعج يعني وربما تضيع، ثم يوقع يعني خلل عدم توازن في هذه الفلورا، فيصبح عدد الخمائر أكثر من البكتيريا اللبنية، ثم تنشط بكتيريا المعدة، تنشط بكتيريا المعدة، تنشط جيدا لما يكون خلل في التوازن في التغذية. وكلما انخفض النظام الغذائي، كلما انخفضت نسبة الألياف الغذائية، كلما نشطت البكتيريا جرثوم المعدة، هذه الهيليكوباكتير بايلوري، تنشط جيدا، وكلما كان هناك عدم توازن في الميكروبيوتا الألياف الغذائية. والألياف الغذائية الدائبة والغير دائبة أو المتخمرة والغير متخمرة على حسب عليه، هناك كتب تتكلم عن ثلاث يعني مستويات. فهذه الألياف أنا أقول هذه الأشياء طازجة، والأشياء المتخمرة أحسن من الأشياء المعقمة، المعقم ممنوع على الناس المصابين بالسكري. فهذه البروبايوتيك الأشياء إذا كان أشخاص مسنين ولا يجدون سبيل إلى هذا البروبايوتيك، مثلا الخبز بالخميرة البلدية أو أشياء مخمرة مثل بعد أشياء هكذا، كان العرب كانوا لديهم تكنولوجيتان، كان عندهم نوعان من التكنولوجيا عند العرب، نوعان فقط، كان عندهم التجفيف تحت الشمس وكان عندهم التخمير. العرب لا يعرفون الباستوريزيشن ولا الستيريليزيشن ولا يعني الإيراديشن ولا أي شيء، لا يعرفون هذه التكنولوجيا. كان هناك يعني، وهذه التكنولوجيا هي التي عاش بها الإنسان، والتخمر والسيشاج، يعني هذه يعني هذه دراين ديدريشن، هذه يعني التجفيف تحت أشعة الشمس، طبعا لأن هذه الدول عندها شمس وكان التجفيف، حتى اللحوم كانت تجفف، يعني سمك يجفف، اللحوم تجفف، الحليب، حتى الحليب عند مناطق في المغرب، يعني هذه من ميسور وطاد الحاج، عند مناطق في المغرب كانوا يجففون الحليب بأنفسهم بدون أي معدات، أشياء تقليدية، يعني هذه قش، كانوا يجففون الحليب فوق القش ويحصلون على مسحوق الحليب هذا. فيعني هذه النقطة الرابعة، بروبايوتيك،
يعني هذه البكتيريا الصديقة يجب أن تكون نشطة ويجب أن تحفظ هذه البكتيريا، وإلا سيكون هناك خلل كبير جدا في الجسم، يعني امتصاصات، لأن الامتصاص يكون ناقص عند المصابين بالسكري، ويجب هذه عليهم. أنا قلت من الناس الذين ليس لهم سبيل ممكن أن يشتروا كبسولات أو يشتروا هذه أشياء أصبحت تباع الآن كمكملات، هذه البروبايوتيك ممكن يستعينوا بها، ممكن عليهم شوية يساعدوا الجسم، ممكن أن يستعينوا بهذه الأشياء، لما لا؟ علي الله يكون في العون، هي أشياء لم كان الله في عون كل الناس، هذه أشياء أصبحت يعني بثمن مرتفع، وربما هناك من لا يقدر على شرائها مع الأسف الشديد. نحن لا نحاول ما أمكن أن لا يعني نشهر هذه الأشياء، لأن نعرف يعني كان هناك ناس لا يقدرون على هذه الأشياء، ولكن الذين يعيشون في بعض البلدان التي توجد لديهم هذه المنتوجات والذين يقدرون على شرائها، فلما لا؟ هذه معلومات يعني يجب أن تكون المعلومة كاملة لكل الناس. فالبروبايوتيك مهم جدا، وهذا البروبايوتيك يجب أن يكون حاصل، والبروبايوتيك عنده كان عنده أشياء كثيرة اللي هي اللي كتغديه، اللي منها بعض الخضار، من القرعيات، من بطاطا الحلوة، من القلقاس، هذا اللي كنسميه بطاطا القصبية، هذا القلقاس توبينومبور ولا الجيريزاليم أرتيتشوك، تسمى بالإنجليزية جيريزاليم أرتيتشوك ولا توبينومبور بالفرنسية، قلقاس بالعربية. هذا النبات جيد، خضر، هي خضرة، وهذا القلقاس كان يعطى لأصحاب السكري قبل اكتشاف الأنسولين، كان يعطى في الصباح وفي المساء. الخرشوف كذلك، الخرشوف في الأنسولين، ثم بعد أنواع اللفت، وسبحان الله هي الخضر التي لا يقبل عليها الناس، هي الرطباقة واللفت الأصفر واللفت جميع أنواعه، اللفت المر واللفت الأصفر واللفت الأبيض والقرعيات والبصل والثوم، وهذه كلها يعني هذه الأسباراغوس، يعني هذا الهليون، نبات الهليوم أو السكوم. وكذلك يعني هذه اللي تكلمنا عنها، هذه بطاطا الحلوة يعني، وهذا القلقاس، يعني أشياء هذه كلها أشياء غنية بالأنيولين، سكر الأنيولين، والأنيولين يعتبر من الألياف المتخمرة، وهي التي تغذي هذه البكتيريا. إذا استهلك الطازج يكون أحسن، وحتى إذا يعني طهيت، فطبعا الأنيولين يقاوم الحرارة، يعني لا تؤثر فيه الحرارة. هذه أشياء يعني قوية جدا، هذا الثوم والكرات والبصل والسكوم أو الهليون، الخرشوف أو القرعيات كلها بجميع أنواعها، والقتاء كذلك، هذا جيد. ثم حتى هذا خشاش الأرض الآن الذي يخرج يعني الآن في فصل الربيع، كل هذا الخشاش، ثم الأشياء القوية بحمض الفوليك، اللي من الفول الطري والبازلاء الطرية، جلبان الطرية، كذلك الفاصوليا الخضراء، يعني فاصوليا طرية، هذه كلها أشياء جيدة، يعني هذه كلها أشياء يعني بتغذية أصحاب السكري، إذا كانت بالطازج ويكون فيها مع هذه الأشياء، ثم زيت الزيتون، ثم بعد التوابل التي تفيد كذلك، التوابل منها الزنجبيل، منها الخولنجان، منها الكركم، منها قرفة. أشخاص اللي عندهم مشكل على مستوى الكلية أو الكبد يتجنبوا القرفة تماما، هذه السينامون يعني سامة بالنسبة للأشخاص اللي عندهم يعني قصور كلوي أو مشكل على مستوى الكلية. ثم يعني هناك أشياء حبوب أخرى ضرورية لعلين، هي النقطة الخامسة اللي وصلنا لها، هو الحبوب يعني الفيتوستيرول والفيتوستروجين. فيتوستيرول فيتوستروجين هذا ضروري للمصابين بالسكري، ضروري، لأن هذه الأشياء تحفظ القلب والشرايين، ومشكل الهوموسيستين عند مصابين بالسكري إذا كان هناك يعني تراكم الهوموسيستين داخل الشرايين فيكون كارثة، لأن هذا الشخص يعني مع كبار السن إلى آخره سيعمل غانغرينا على مستوى الرجل. هناك أشخاص عليهم بتر الرجل أو الأصبع، لا يمكن بتر الأصبع، بتر الرجل، يعني ربما يعني مع الأسف إصابة شبكية العين، وربما يكون عنده مشكل على مستوى القلب، يعني الصمامات على الخصوص هنا. فيعني هذه الحبوب ضرورية، لمنها السمسم، هذه تكلمنا عنه في المكونات الغذائية، تكلمنا عن هذه الأشياء، ولكن الآن نأخذها في إطار يعني كما قلت يعني سنحتاجها، ونحن نحتاجها الآن بدون أن أعود لتكوينها، فهي موجودة على في تي في طبعا، وممكن الناس يعني بلاي ليست يمشيوا الفيديوهات ممكن يعني يشوفوها. هذه السمسم، زنجلان بالمغربية، السمسم وحبوب الكتان، ويعني الحلبة والحبر شاد، هذا الكراس سيدز والفينيغريك، ثم كذلك الحبوب الكزبرة. حبوب الكزبرة أقولها مرتين، هذه حبوب الكزبرة مهمة جدا جدا جدا. ثم كذلك اليانسون والشمرة، يعني هذا يعني السنة والسانوت نسمي حبة حلاوة والنافع في المغرب، هذه حبوب ضرورية وجيدة كذلك لهذا. ثم هناك أشياء الآن
ليست جديدة، ولكن علي نحن كنا أول من تكلم عنها مع الأسف. الآن أصبح كل الناس يأخذون معلومات ثم يسجلونها من الناس هكذا. نحن احترقت أيدينا في المختبرات، هناك محاليل يعني خطيرة في المختبر، وهناك أشياء يعني تيابنا بليت في المختبرات، ثم يأتي شخص هكذا ويأخذ معلومة ويعطيها للناس، فعليه أن يستحي، عليه أن يستحي. فيعني هناك أشياء يعني لما البحث اللي كنا قدمنا في مؤتمر في دبي في 2004 حول يعني الزيتون، حول ماء الزيتون، يعني لم يكن الحديث عن ماء الزيتون أنه ممكن أن يعمل شيء، ليس ماء الزيتون ولكن أوراق الزيتون. ثم يأتي شخص يقول أن يابانيين قاموا ببحث ووجدوا بأن رقرقة ورق الزيتون والله غريب، أمر غريب، يعني غريب. يجب أن يكون الباحث اسمه من خارج هذه البلدان، أما إذا كان اسمه محمد أو أحمد فلا يعتد به. والله غريب، نحن لا نريد أي شيء، لا نريد شهرة ولا نريد مال، هذه أشياء تصل إلى الناس فقط، لا نريد بها إلا وجه الله. أوراق الزيتون كشاي فقط، ليس للعلاج، وستجدون الصورة ديال الدكتور محمد فايد علاج سكري بأوراق الزيتون، ستجدها غدا إن شاء الله على اليوتيوب. فأوراق الزيتون موجودة ومتوفرة وبكثرة وفي كل البلدان، تقريبا كل البلدان العربية وتركيا وكل هذه الدول، حتى إيطاليا واليونان وهذه كلها، كاليفورنيا في أمريكا، هذه كلها يعني، وجنوب فرنسا وإسبانيا والبرتغال، هذه دول يعني فيها الزيتون بكثرة، المغرب، تونس، الجزائر، خلاص هذه ما نتكلموش عليه، ثم الأردن، سوريا، فلسطين، هذه دول الزيتون، يعني أصل الزيتون، وطور سيناء، فلسطين، فهذه البلدان، مصر كذلك، مصر فيها زيتون، هذه البلدان اللي فيها زيتون فقط، هذا أوراق الزيتون يجب أن تتمن، valorization، تتمن، معنى تتمن، هذه الأوراق يجب أن لا تضيع، وأن يأخذها الناس يجففوها ويخليوها في النازل، وأن لا يشتروها، أن لا يشتروها، لأن أصبح كل شيء بزنس مع الأسف الشديد. هذه الأوراق تجفف تبقى مع الشخص، ثم يعمل بها شاي عوض هذا الشاي المستورد، يعمل شاي بأوراق زيتون فقط، فقط هذه التيبوت، هذه الأشياء التي يعمل فيها شاي، هذه لتيخ يعمل فيها أوراق زيتون مع ماء مغلى ويغليها شوية ويشربها بدون سكر طبعا، لأن المصابين بالسكر يعني لا يستهلكون السكر، يعني وهي أوراق زيتون بالنسبة للمصابين بالسكر وارتفاع الضغط في نفس الوقت هي جيدة، جيدة. ثم هناك أشياء الآن تدخل مع الخضر، لا تدخل مع الأعشاب، هي أشياء عادية تدخل مع الخضر، ويعني يأكل منها الشخص أي قدر يأكل، وهي لا تدخل في العلاج ولا تدخل في الخلطات ولا في الوصفات، هي أوراق الصبار، هذه يعني هذه الأوبونتيا بادلز، الأوبونتيا بادلز، هذه أوراق الصبار، هذا التين الكومتري أو التين الشوكي. وهناك من حرف الأشياء وأدخل فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصبر الصبار، وحتى يعني اشتبه الأمر على الناس، سبحان الله، يعني غريب والله غريب. الألوة وخلط الألوة مع التين الشوكي ولا إله إلا الله. فالتين الشوكي موجود وموجود بكثرة، وليس أصله المكسيك، التين الشوكي أصله الكرة الأرضية، والتين الشوكي كان موجود منذ أن خلق الله الأرض، منذ أن خلق الله آدم عليه السلام، وكان موجود في كل البقاع العالم. وشخص يجي أرخ لنا قلنا بأن جاء من المكسيك، جاء من المكسيك إلى شبه جزيرة العرب، غريب والله غريب غريب. يعني الناس من أين تأتيهم هذه المعلومات؟ سبحان الله، يعني كل الأشياء أصلها الأرض، إلا بعض الأشياء التي لا تنبت في بلدان أخرى فانقرضت وبقيت في بلدان أخرى، منها نبتة الحياة في كوريا وفي الصين، منها هذه الجنزان، منها أشياء مثلا، منها هذا اللوبان الموجود مثلا في دول الخليج، مثلا في عمان وفي قطر، منها يعني هذه يعني الكوكناتس الموجودة في ماليزيا، مثلا المورينغا الموجودة في الدول استواء، المورينغا موجودة الآن في المغرب، في أشياء هكذا التي اندثرت من بعض المناطق وبقيت في مناطق أخرى، أو التي نقلها الإنسان من منطقة إلى منطقة ولم ينقل أشياء أخرى، مثل الزيتون التي نقله الناس إلى الأندلس وإلى إلى البرتغال إلى آخره، وحتى إلى فرنسا. فهذه الأشياء هذه موجودة في الأرض، يعني أوراق الصبار، هذه يعني لاراكيت، هذا الديكاكتوس، يعني هذه الأوبونتيا بادلز، هادو يعني تؤكل كالخضر، تقطع تؤكل إما طازجة أو تطهى مع خضر أخرى، أو تعمل شوربة أو أي شيء، سلطات إلى آخره، تستهلك فقط،
وهي خضرة قوية إلى الخضر التي ذكرت من الخرشوف، من الثوم، من البصل، من الكرات، يعني من السكوم إلى آخره. هذه هي قوية جدا، هذه الصبار، أوراق الصبار، ويعني أوراق الزيتون، يعني المكون الخامس. نحن وصلنا الآن، يعني هذه الحبوب التي تكلمنا عنها اللي هي فيها الفيتوستروجينات وفيها الفيتوستيرولا ضرورية في الوجبة، في الوجبات الغذائية، ولا تجدهم في الأشياء التي توزع في الدول الأخرى. يعني لا تجد طبيب يعني في هذه الدول سيتكلم لك عن حبوب الكتان أو الحلبة أو الحب رشاد، لا يمكن، يعني لا يمكن، ولا يمكن أن يكون طب أو علاج بدون هذه الأشياء، لا يمكن، لأن الناس يعيشون على هذه الأشياء. فإذا كان هذا الشخص يجهل معيشة الناس ويجهل الأشياء التي يعيش عليها الناس وطبيعتها، يعني أن النشويات، وما الفرق بين النشويات والبقوليات، ثم اللحوم، السمك والبيض والحليب، ثم الخضر والفواكه، ثم الحبوب، هذه تكلمنا عن البذرات، حبوب الكتان، الحلبة، السمنية، ثم بعد التوابل، يعني هذه التوابل، ثم خشاش الأرض أو المواد الغابوية. إذا لم يدرس الناس هذه الأشياء بتدقيق، وليست دراسة سهلة، إذا لم يدرس الناس هذه الأشياء بتقصير، فليكفوا كلامهم عن الناس وليكفوا نصائحهم. أنا أشياء الشخص لا يعرف طبيعة الشيء ثم ينصح به أو يمنع، غريب والله، أشياء غريبة. نحن نستغرب هذه الأشياء، نحن نستغربها. نحن قضينا في الفود ساينس 9 سنوات، يعني هكذا قبل أن نحصل على دكتوراه، 9 سنوات و11 سنة و12 سنة ثم 18 سنة و22 سنة في البحث العلمي، ويعني لازلنا هذه الأشياء هذه، ثم نستغرب أن شخصيتي هكذا، يعني ويقول معلومة وكأنه خرج بها هكذا، يعني غريب والله، أشياء غريبة جدا، غريبة. أوراق الصنوبر، أوراق الزيتون، أوراق الرمان، أوراق شجر التين، يعني أوراق كل الأشجار، أوراق كل الأشجار هذه ممكن، يعني حتى أوراق السدر ولو تكون مرة، أوراق كل الأشجار، أوراق شجر البرتقال، شجر الليمون، ويعني أوراق هذا الزعرور، كل هذه الأشجار التي لا تدخل مع الأعشاب، هذه ممكن أن تستهلك مع الأغذية. نحن نتكلم عن أعشاب، هذه أشياء يعني، وهذه الزعفران، هذه الزعفران ليس عشب، زعفران كان يستهلكه الناس، هذه الأشياء يعني كشراب، يعني في المساء أو في الصباح أو هكذا، يعني هذه جيدة. كاين بعض الأشياء هذه مثل المريمية، مثل هذه اللويزا فيربينا، مثل الزعتر، مثل الأشياء هذه التي يعلمها الناس ويشربونها، هذه أشياء جيدة كذلك تساعد. لماذا؟ لأن هذه الأشياء التي تكلمت عنها هي مصدر، يعني مصدر بوليفينولات وفلافونويدات. يعني لا نشرب الشاي من اجل البروتينات ولا من اجل دهون، ولا الناس يتكلمون عن مانيزيوم وعن امشي في الشاي، احنا القدر التي نعمل من الشاي، يعني ليس كميه البوتاسيوم وكميه الحديد التي يعني ستنفع الجسم. سبحان الله، نحن نستهلك هذه الاشياء من المكونات القويه اللي هي الفلافونويدات والبوليفينولات، مثل الكاتيشينات في الشاي، يعني مثل هذه الاوروبيين والتيروزول هيدروكسيدروز في الزيتون، ومثل الفيتوستيرولات، يعني الفيتوستروجينات هذه الموجوده في الحبوب الكتان وفي السمسم وفي الحلبه وفي الحب رشاد وفي اليانسون وفي الشمره، هذه كلها اشياء يجب فيها. يعني هنا النظام الغذائي اعطينا الاسس، لا نعطي لائحه هكذا، يعني 5 خضر وثلاث فواكه، ولا هذا ضحك. الذي يعمل باللائحه انسان جاهل تمام الجهل، الذي يحدد لائحه فيها خضر وفواكه وفيها حبوب وفيها، هذا إنسان جاهل تمام الجهل، لأن لا يمكن أن يضع لائحة في بلد ما، يعني يأتي من بلد ويضع لائحة في بلد، أنا لا يمكن أن أذهب إلى ماليزيا أو تايوان أو سريلانكا أو زيلاندا الجديدة ثم يعني أنصح الناس بماذا يأكلون أو أعطيهم لائحة، لا يمكن، لا يمكن. يجب أن يكون الشخص من يعرف يعني نمط عيش الناس، ويجب أن يعرف ماذا يأكلون وماذا يطبخون. هذه اللي نسميها في المغرب الحريرة الحامضة، يعني هناك عندنا شوربة في المغرب نعمل فيها عدس وحمص وشيء من الدقيق، يجب أن يكون هذا الدقيق مخمر بالخميرة الحامضة، الخميرة البلدية، ويجب أن لا يكون دقيق غير مخمر، وأن لا يكون دقيق مخمر بالخميرة الصناعية. هذه جيدة للمصابين بالسكري، هذه ليس فيها أي شيء خطير، هذه فيها حمص وعدس وفيها بقدونس وفيها كرفس وفيها كزبرة وفيها زيت الزيتون وفيها كركم وفيها أشياء، هذه وجبة جيدة، وجبة هائلة، وجبة راقية. هذه ثم حساء الشعير بزيت الزيتون وليس بالحليب، هذه وجبة جيدة لأصحاب السكري، خبز الشعير مع زيت الزيتون، ثم لوز وجوز، جيد لوز وجوز، فواكه هذه اللوز والجوز لا تضر أصحاب السكري، لكن تمر التين والزبيب حلو شوي فيه سكر، يجب أن يعني أن تكون الكمية محدودة جدا. هذه ثم يعني الأشياء هذه التي يأكلها الناس، يعرفون كيف يعيشون، لا يمكن أن نعلمهم كيف يطبخون أو كيف يعيشون، وإلا
يعني ما ليس دورنا، نحن لا نعمل برامج طبخ، يعني هذه برامج علمية لنفهم الناس هذه الأمور. يعني لا يمكن في هذه الأشياء التي تكلمت عنها، يعني لا يمكن يعني ألا يسوى السكري، وإلا فهناك مرض آخر، هناك مشكل آخر، وأن الشخص يعني يكذب على نفسه أو ربما يعني يخون نفسه في هذه الأشياء. ثم العامل الأخير والعامل الذي لا بد منه، يعني قليل من ينصح أصحاب السكري بشرب الماء، ويجب أن يشربوا ماء لأن الماء مهم لكل المرضى وليس السكري فقط. شرب الماء مهم، ويكون ماء نظيف وجيد، ويكون حرارة عادية، ويكون ماء بارد. اشربوا ماء، اشربوا ماء بكمية جيدة، لتر ونص ولترين في اليوم، اشربوا ماء بكمية جيدة المصابين بالسكر. ثم يبقى العامل، هو العامل الذي بدونه لا يمكن للخزان أن يسوى، وهو عامل الحركة. أنا لا أقول رياضة، أقول الحركة. أشخاص الذين يتحركون مثل الحرفيين، بائعي خضار والمزارعون والفلاحة والصباغون البناؤون النجارون الحدادون، عندك عادي أصحاب الحرف نعد مشكل، هذو البناؤون على الخصوص، البناؤون والمزارعون الفلاحة هذو تتحركوا جيد. ولذلك السكري في البوادي ليس هناك مشكل. لماذا؟ لأن الناس يتحركون فقط، لأن الناس يتحركون يحرقون هذه الطاقة. ثم الأشخاص اللي يعملون في المكاتب والموظفين الذين لا يجدون الوقت حتى للرياضة، فهنا مشكل. والنساء على الخصوص يجب أن يكون هناك رياضة أو حركة، أو على الأقل حركات صباحية في المنزل، يقوم شخص بعشرين دقيقة حركات حتى يتعرق شيئا ما. ثم هذه لما الحركة لا بد من المصابين بالسكري، بدون حركة يكون مشكل في الخزان، ويكون مشكل يعني في تسوية السكر، يعني تركيز السكر في الدم. هذه فيعني كأظن يعني هذه العوامل الخمسة مع الحركة، يعني أظن أن الشخص سيعيش بسلام إن شاء الله، ونتمنى أن يعيش الناس بسلام. سكر نوع الأول ونوع الثاني ليس هناك مشكل، أما إذا كان على حسب الأعمار، هناك أطفال يأخذون الأنسولين، من الأحسن أن يأخذوا الأنسولين، لازم يأخذوا الأنسولين. لماذا؟ لأن يجب أن يكون السكر مضبوط بطريقة، لأن هذه الأطفال لازالوا في النمو وعندهم مشكل، ويجب أن لا يكون السكر يعني يصعد ويهبط، يعني هناك يكون مشكل. عليهم إلى حدود 12 سنة 14-16 سنة الطبيب سيحدد هل ممكن لهذا الشخص حالته جيدة، ممكن أن يعيش بدون أنسولين، أو سيعيش حياته كلها بالأنسولين. يعني يعني الملف الطبي هو الذي سيحدد هذه الأشياء، ولكن أنا يعني أتكلم خارج العلاج الطبي، نتكلم عن نمط العيش وعن نظام الغذائي الذي يساعد المصابين بالسكري. لأن هناك من يتناول الحقنة ومع ذلك السكري لا يسوى. لماذا؟ لأن عنده كوليسترول مرتفع وعنده ارتفاع الضغط. إذا اجتمع السكري مع ارتفاع الضغط كارثة، ويجب على الشخص أن يراقب ارتفاع الضغط. إن هناك من يراقب السكري ولكن لا يبالي بارتفاع الضغط أو بالكوليسترول. ارتفاع الضغط والكوليسترول يجب أن يراقب، هذه الأشياء تراقب مع السكري. وما الأشياء التي تكلمت عنها هي جد كافية إن شاء الله لهذه، يعني كنظام غذائي جيد. أما الناس أن يبتدعوا أو يعني أن يختلقوا خلطات أو وصفات، الترمس يعالج السكري، أنا عملت خلطة تعالج السكري، فهذه كتبقى يعني هذه تبقى أشياء غير خاضعة للمنهاج العلمي، وأشياء لا يؤخذ بها، وأشياء أن يتجنبها الناس وأن يحذروها، لأن هناك إغراءات. طبعا المريض يتعلق بقشة، لكن هذه الطريقة التي بيناها لا أظن أن هناك يعني نظام مثل هذا النظام الذي تكلمنا عنه. يعني وحتى يعني اللحوم، إذا الشخص كانت صحته جيدة وتناول يعني شيئا من اللحوم مرة في الشهر ومرة في أسبوع، يعني ويتحرك وتكون لحوم يعني حيوانات، لحوم بقر مثلا أو شيء هكذا، مع الخضر ومطهية مع الخضر وزيت الزيتون، يكون قدر بسيط، يعني ممكن لا بأس، ليس ما عندنا مشكل. أو يكون بيض بلدي، بيض بري، دجاج بري، ممكن يأخذ يعني وحدة ويأخذ عليه، يأخذ حتى 6 و7 في الأسبوع مش مشكل، ولكن يتحرك وتكون هذه الأشياء، يعني يكون شخص فاهم يعني هذه الكمية الطاقة اللي يأخذه الجسم ماذا يحتاجه، لما يحس هو الشخص يحس براحة ويحس جسمه جيد، فيجب أن يتبع يعني هذا الطريق، وأن لا يبقى يسأل. يعني لأن هناك أشخاص يعني كيتبعوا النظام تقول لك تبعت سنة ولكن ما قدرت، هو تبعتي سنة ما قدرتيش، ثم تقدر على الحلويات والبسكويتات والمشروبات الغازية، وتقدر على البطاطس مشوي، وتقدر على هذه الأشياء، غريب والله غريب يعني هذه الأشياء. ثم أنك لا تقدر على أشياء جميلة وجيدة ولا طبيعية، ويعني وطبخ المنزل وزيت الزيتون وأشياء هكذا،
يعني لا انا لا انا لا اقدر واجمعها. هو تعود، لماذا تعود؟ حتى اذا كانت لحوم مسروحه لزمان، لحوم زمان، لحوم مسروحه. وهناك من يتكلم ان الله سبحانه وتعالى خلق اللحوم. نعم الله سبحانه وتعالى خلق اللحوم، لكن اين هي؟ العامل الديني. وهناك من يريد ان يدخل شيء اشياء في اشياء. الحليب خلقه الله، نعم اين هو هذا الحليب؟ ائتينا به، اين هو الحليب الذي خلقه الله؟ اين هو؟ هنا الناس شويه يفهمون الامور، لان يعني طرق الانتاج الان ليست هي طرق الانتاج التي نزل فيها الوحي، ليس هي طرق الانتاج. فهناك الان الحيوانات معلوفه، وليس حيوانات مسروحه، هناك لحوم سريعه، هناك اشياء تعطى لهذه الاشياء. فيجب ان يعني شويه الناس يعاوب هذه الامور هذه، وليس يبقى يتكلم هكذا يعني في الخيال. نحن على علم هذه الاشياء، ولا يمكن ان نحرم ما احل الله، لا يمكن. فهذه الاشياء تبقى، نحن نتكلم على حاله معرضيه، على مرض. وهذا المرض إن كان ينفعه تجنب هذه الأشياء فيجب أن يتبع هذه الأشياء ثم. ومع ذلك نحن قلنا بأن ممكن يعني هذا الشخص الأصل هو أن يمتنع عن اللحم. إذا تناولها مرة ومرتين ولما ليس هناك مشكلة عليه ممكن، ولكن بشرط أن يكون الشخص يتحرك وأن يحرق هذه الطاقة وأن يقدر عليها، ثم لا تكون عنده أعراض أخرى. يعني هناك السكري مع الجهاز الهضمي، هناك السكري مع المعدة، هناك السكري مع ارتفاع الضغط، هناك السكري مع أشياء أخرى، مع الأنيميا، مع عدم الامتصاص، مع أمراض أخرى. فهنا سيصبح شيء آخر. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر.